state the linear inequality whose graph is given in the figure. يعني مديني جراف بيقول لي هات لي الانيكواليتي اللي تمثل الجراف ده او اللاين ده. write the boundary line equation in the system form ax plus by يساوي c where a b c are integers before stating the inequality. الاول عايزين نجيب معادلة الخط بالشكل ده وبعدين نستنتج الانيكواليتي. طيب عايزين الميل وعايزين نقطة، طبعا النقاط واضحة اهي. عندنا صفر مع ماينس اتنين، وعندنا نقطة تانية سهلة اهي، ماينس تلاتة مع صفر. كده اقدر اجيب الميل اللي هو واي اتنين ماينس واي ون على واي ون على اكس ون على اكس تو ماينس اكس ون. طيب عندنا الواي اتنين، لو اعتبرنا دي واي اتنين واكس اتنين، هيبقى صفر ناقص ناقص اتنين يعني زائد اتنين على ماينس تلاتة ناقص صفر يعني هتبقى اتنين او ماينس اتنين على تلاتة. اذا معادلة الخط ده واي ماينس، ناخد مثلا النقطة دي زائد اتنين، طبعا كنا ممكن ناخد النقطة دي، على اكس ناقص صفر يساوي ماينس اتنين على تلاتة. اذا ماينس اتنين اكس يساوي تلاتة واي زائد ستة. هو عايز على الشكل ده، اودي دي من هناك هيبقى اتنين اكس بلس تلاتة واي يساوي ماينس ستة. ده الشكل اللي هو عايزه، يبقى ال A وال B وال C اتنين وتلاتة وماينس ستة. عايز بقى الانيكواليتي، يحط هنا اكبر من او اصغر من او اكبر من او يساوي اصغر من او يساوي. مبدئيا في يساوي لان الخط تقيل سوليد وليس داشت. طب عايزين اي نقطه بقى نقول، يعني هو مبدئيا كده ده الجزء اللي معانا، مثلا نقطه زي خمسة وصفر بتحقق ده. فلو حطيت الواي بصفر يبقى هنا اتنين ضرب خمسة. هل العشرة أكبر من ولا أصغر من؟ أكبر من. يبقى معنى كده مثلا خمسة مع صفر تقول إن هي within the visible region. يبقى معنى كده أنا لو حطيت خمسة وصفر اللي هي جوه الريجن اللي انا محتاجه، الانيكواليتي تقول ان هنا اكبر. اذا 2x بلس 3y اكبر من او يساوي ماينس 6. ليه يساوي؟ لان الخط سوليد. ليه اكبر من؟ لان لما احط الخمسه مع الصفر مش هتطلع اكبر من ماينس 6. تعال نجرب نقطه ثانيه، مثلا لو حطيت ماينس 5، الماينس 5 وده صفر، ماينس 5 هل ماينس 5 صارت ماينس 10؟ هل الماينس 10 اكبر من ماينس 6؟ لا، فالماينس 5 مش معانا. يبقى دي الانيكواليتي اللي تمثل الجراف بتاعنا. تعالوا نجرب في سؤال تاني. عندنا هنا النقاط كلها بتقول ان 1 2 3، يعني النقطة دي 3. لاحظ كده مثلا ان 0 و3 معانا، مثلا واحد وتلاتة، اتنين وتلاتة، خمسة وتلاتة، نفس الشيء الناحية التانية ماينس خمسة وتلاتة. يعني اللي ثابت معانا هو الواي. اذا المعادلة تقول ان الواي تساوي تلاتة. الاسلوب بصفر. ليه الاسلوب بصفر؟ لان مفيش ارتفاع واي على اي حاجة اكس، يبقى صفر على اي حاجة بصفر. طبعا كنت ممكن اقول كده، اقول ان الواي ماينس أي نقطة ولتكن صفر وتلاتة على إكس ناقص صفر يساوي صفر. إذا الواي نلاحظ كده ناقص تلاتة، ده الجزء ده لما يتضرب في الصفر راح خلاص صفر، يبقى واي بتساوي تلاتة.
يبقى دي المعادلة بتاعتنا اللي أنا شفت، يعني أول ما تشوف الرسم ده تستنتجها على طول. لما يكون خط أفقي يبقى الواي يساوي، لما يكون خط رأسي يبقى الإكس تساوي، على طول كده من غير ما تعمل أي شغل. طيب المنطقة اللي أنا عايزها تحت ولا فوق؟ تحت التلاتة. إذا أقول إن الواي أقل من تلاتة. مثلا لو حطينا اتنين، موجودة معانا، الاتنين أقل من تلاتة. لو حطيت صفر، الصفر أقل من تلاتة. طب أحط هنا يساوي؟ لأ. ليه؟ لأن الخط ده داشت، يبقى هنا مفيش يساوي لأنه داشت لاين. طب وهنا كان إيه؟ كان سوليد لاين. فمعنى كده حطيت علامة اليساوي.